بهذا الموسم رح يكون معنا فقرة جديدة نتكلم فيها عن أهم أفلام العالم والوطن العربي. توب 5 تابعوها. المركز الخامس الشنطة. بإطار كوميدي وأكشن بيتناول العمل قصة حقيبة بيمتلكها بطل العمل وبتتسبب له بكتير من المتاعب والمشاكل خلال فترة تواجده بأحد الفنادق الكبرى بمدينة دبي. ما تعملش حاجة لما أقولك. أنا عاوز البنت دي في خلال ساعة أقول ساعتين تقوم زي الرهوان. الشنطة. بس مش هي دي بداية الحدوتة. المركز الرابع ثانية واحدة. عارف الثانية الواحدة ممكن يحصل فيها ايه؟ بتدور احداث الفيلم بإطار رومانسي وكوميدي، حتي بيتعرف شاب على فتاة وبتسبب له بالكثير من المشاكل، بعدين بيتعرض لحادث بيقلب له حياته بشكل كبير. المركز الثالث ديدو. ايه ده؟ بإطار من الكوميديا بتدور أحداث الفيلم حول الشاب ديدو اللي بيقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري، وبيومي فؤاد اللي بيكتشف الموضوع وبيتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه لعقلات أصابع، فبيقعوا بالكثير من المفارقات والمغامرات المثيرة. بابي مشغول طول الوقت ومامي تحولت لبت. معقول الإيدين الجميلة الناعمة دي تغسل المواعين وتطبخ وتقنص؟ في حاجة حيوانات؟ لا البيض ميت. المركز الثاني ماما حامل. بعد الشر عليك يا حبيبي. أبوك يا سيدي ابتدى الاحتفال المبكر بعيد جوازه. بتصير خلافات كوميدية بين الآباء والأبناء بسبب رغبة الوالدين بأنه يشوفوا أولادهم عاصم وباسم متزوجين وعندهم أسرة وأطفال مثل كل الشباب، لكنهم ما بيرغبوا بهالشيء، إلا أنه بتنقلب الأحداث رأساً على عقب وقت بيعرفوا بحمل والدتهم سمية وإنجابة لتوأم. أبوك كلمني وقال لي أنه هيجي بعد بكرة من الأوتيل. المركز الأول. ونكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. لا تنسوا تتابعونا بنفس التوقيت الأسبوع القادم. مع السلامة.